مشاهدينا، خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها انطلاق فعاليات معرض الكتاب في دورته التاسعة اللي بينظمه نادي طلعت حرب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار المعارف للنشر والتوزيع وبمشاركة الجمعية المصرية للكاريكاتير في الخميس مساء بمقر النادي بالعجوزة. وبتشارك فيه الهيئة العامة للكتاب ودار المعارف بأحدث الإصدارات المتنوعة في مختلف المجالات من إصداراتهم المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر، وبيفتح النادي أبوابه للزوار من الخامسة مساء حتى الحادية عشر مساء حتى يوم 23 سبتمبر الجاري. النهارده هيشارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروه المعدنيه في فعاليات المؤتمر العالمي جاستك 2024، احد اكبر التجمعات الدوليه في مجال الطاقه والغاز الطبيعي اللي بتفتتح اعماله في مدينه هيوستن الامريكيه وبيستمر حتى 20 من سبتمبر الجاري، وده بمشاركه عدد كبير من وزراء الطاقه والمسؤولين ورؤساء الشركات المختصه بالغاز الطبيعي والمسال والهيدروجين وتقنيات المناخ وحلول الطاقه منخفضه الكربون والصناعات المتعلقه بقطاع الطاقه بصفه عامه. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة إي سي ميلان الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي في تمام الساعة 10 ليلاً. في نفس التوقيت مباراة ريال مدريد الأسباني مع شتوتغارت الألماني.